سلام حبيباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. وإن شاء الله اليوم فيديو جديد. إن شاء الله. أول حاجة البنات، قبل ما نبدأ معكم فيديو اليوم، كنشكر أي أخت خلات لي واحد التعليق زوين في الفيديو اللي حطيت. كنشكركم على دعواتكم لأمي، شكرا لكم بزاف، والله يخلي لكم صحيحتكم، الله يرحم لكم الوالدين. كنشكركم بزاف بزاف من قلبي اخواتي. ما عنديش شي كلمه نقدر نعبر عليها على الشكر ديالي. جزاكم الله خيرا، هادشي اللي نقدر نقول لكم. وبزاف الاخوات تفاعلوا معايا وخلاو لي تعاليق زوينه، كنشكركم بزاف بزاف. واليوم كيف ما كتشوفوا جيت لكم فيديو جديد ان شاء الله البنات. انا دابا لبست وان شاء الله غنخرجكم معايا واحد السوق اللي كنت ديجا حطيته لكم في القناه. ماما سمحوا لي البنات، كنت ديجا شاركته معاكم في الفيديوهات اللي قبل. ان شاء الله اليوم ثلاث، اول نهار في الشهر دائما احنا عندنا السوق اول ثلاث في الشهر. ان شاء الله غنخرجكم معايا، باغا نتغدى البنات. دائما انا كناخذ القطنيات دائما من هذا السوق، وحتى هذا السوق فيه البار فيه كل شيء كيعجبني. ان شاء الله غنخرجكم معايا، ولا قدرت نصور غنصور لكم. المهم اجيو معايا دابا البنات. انا خرجت دابا لونغوماري، بان لي خاوي ما كاينش بزاف حيت كاين الشتا. المهم غناخذ الحاجه اللي خاصاني كيف ما قلت لكم، غنتقدى القطنيات اللي خاصني. المهم شحال من حاجه، المهم اجيو معايا. Thank you.
دابا الدار ان شاء الله البنات غنوريكم اش كنشري بالضبط من هذا السوق. هادشي علاش كيعجبني كنمشي ليه ضروري، خاصني نمشي ليه. كناخذ منه بحال الفول، اسمحوا لي، كناخذ منه الفول. هنا خديت كيلو فول كيكون زوين كيكون جديد، وخديت منه هنا اللوبيا كما كتشوفوا حتى هي خديت منها كيلو. المهم الفول خديت غير غير اونايرو تشيكوانتا خديت حيت باقي عندي، اما اللوبيا خديت كيلو. حتى عندي هنايا الحمص حيت باقي عندي، خديت هنايا غير اونايرو اللي خديت كما كتشوفوا. صافي خديت هنايا هاد النوتشوليني، هي كيعجبوني النوتشوليني. خديت هنايا هاد اللوز خديت حتى هو، كتشوفوا كنخلو نوريه ليكم. ثم خديت هذا البنات، هذا داير لي دايرين ليه الطواير زوين بان ليا كبير وكلشي، دايرين ليه الطواير وهذا الكيلو حتى هو صافي. وخديت كذلك هاد
هاد في كيساك، هاد الشريحه هادي خديتها كتعجب بجنات، دائما ملي تبغى تخرج كنعطيها وحده كتبقى يعني كتبقى تاكل فيها. هادي زوينه حتى هي، كناخذها اليوم صافي. كانوا هادو هما. بالنسبه للبالاش شنو خديت منه البنات؟ بلاتي هذا غنوريكم، راه كنموت كيف قلت لكم. خديت منه هادي البنات، هاد المهم هادي طويله ديال الطبله ديريها. المهم خديت منه هادي كما كتشوفوا، وخديت منه هادي حتى هي. المهم هادي حتى هي، هادي مربعه. وخديت منه كذلك هادي، المهم هادو كناخذ 4 يورو، كيكون ثمن مناسب وعزيز عليا هادشي البنات. انايا وينين هاد هادي حتى هي فهاد حتى هي. وخديت خديت هادي حتى هي. المهم هادو غادي يجي شايفينهم عندي، هادشي كله خاصو يتصبر. بعض المرات كيبغيتي حتى يتستيره هاد النوع، انا كنحاول ما ناخذش هذوك اللي كيتستيره. وخديت هادي حتى هي فهاد النوع، هادو كلهم مربعين صافي. كانوا هادو هما مشترياتي من البال. وغندوز دابا البنات غنطيب شي حاجه للغدا، ما عرفتش اشنو غندير. المهم انايا غنجبد ليا شويه البروك، ولا غنديرو على طريقه ديال البقوله، طريقه على الطريقه ديال الخبيزه. هادشي اللي غندوز ندير ان شاء الله. المهم اجيو معايا ان شاء الله، غنشاركها معكم. هادي اللي طلبوها مني بزاف الاخوات، اجيو معايا صافي. هنا البنات دست وجدت لكم، وجدت هادشي اللي غنوريكم كيفاش غنصوب هاد البروكولي عرب. بروكولي عرب البنات راه كنت ديجا وريتو الاخوات، كنت دايره اللايف ودخلوا وشافوني كنقي فيه. المهم عندي هنايا البروكولي البنات، انا ديجا سلقه نصف سلقه هنايا، حيت اصلا هو بسرعه كيطيب ملي كيكون باقي صغير، بسرعه كيطيب لينا كيف ما كتشوفوا. المهم جا فيه الملح. هنا عندي الثومه اللي غندوز نشحر الثومه. انا سمحوا لي بنتي كتصدعني. هنا عندي الثومه، جوج ريوز ديال الثومه. وعندي هنايا البنات بالنسبه للعطريه، هنا عندي شويه تحميره الكامولي ضروري، نفس العطريه اللي كنديروا في البقوله. عندي هنايا شويه سكنجبير، هنا سكنجبير هذا الخرقوم، هذا سكنجبير وشويه البزار. صافي. هنايا عندي ملعقه ديال الحرور، هذه كيبغي الحرور صافي، وشويه الملح غير شويه، حيت ديجا عندي انا هنا الملح. وزيت الزيتون ضروري، والزيتون ديال الدار اللي حتى هو ضروري. وبالنسبه للحامض، بالنسبه للحامض ان شاء الله غنحل معكم هذه البنات. هذه راه شحال، هذه دابا ما شحال عندها، عندها راني ديجا هلا حليتها، غنوريها لكم. راه رائع، رجعوا الفيديوهات، اول فيديو لحت على الحامض ما تضحكوش عليا، كانوا في اول فيديوهات ليا. كنت رقدت الحامض معكم، وهذه البنات دابا راه من هذاك الفيديو دابا راه شي 7 شهور هذا الحامض هو مرقد هنايا كيف ما كتشوفوا. كيف عاد راه عاد رائع، عاد بحالو بحال الحامض مصير كيف ما كتشوفوا، اللي كنا نجيبو من المغرب. هذا كنصوبو انا في الدار، ساهل. المهم البنات غندوز ندير هاد المقادير، ندير الحامض، ندير هاد بروكولي عرب، نطيبهم البنات، وغنمشي نجري نجيب صابرين، وعاد نرجع نتلاقى معكم اخواتي. المهم البنات لا بغيتو فيديو نديرو لكم فيديو خاص لهاد البروكولي عرب كيفاش كنجيبو ونصوبو، خليوها لي في التعليق لتحت وان شاء الله نشاركو معاكم. هانتوما البنات الحامض كيفاش كيعود، غنقربو ليكم. هانتوما البنات، المهم دابا راه عنده شي 7 شهور ولا 8 شهور، المهم من اول فيديو لحت في القناه شي 7 شهور ولا 8 شهور. هانتوما رائع، وما ما كيخسر ما والو، راه عاد مصير. المهم انا غانيفيتي هنايا حيت ديجا عندي الملح، غنحيد الملح. المهم هذا غنشلو حيت فيه الملح، غنشلو شويه عاد غنديرو.
حيت في الملح وانا ديجا هنايا دايره الملح غيجيني داكشي مالها. المهم اجيو معايا. المهم البنات انا درت دابا كلشي تحرك ليا الثومه، درت كاع المقادير اللي عندي كاع العناصر كامله، الحامض كلشي الزيتون، ودابا خليتها طابت شويه. المهم غير واحد 15 دقيقه صافي وكانت هادي واجده يعني بسرعه، ما كطلوش حتى الوقت بزاف. صافي بناتي درت ليهم، جبت دابا صابرين بناتي درت ليهم شويه باستا. المهم اجي معايا نوريكم الغداء شنو وجدت فيه البنات. صافي البنات ها ماما انا انا وجدت كيف ما كتشوفوا، هاي هي دي البروكولي عرب على طريقه البقوله على طريقه الخبيزه، كتجي رائعه البنات جربوا راه كيجي رائع. وصافي هنا البنات درت للبنات شويه باستا بالكفته كيف ما كتشوفوا، هذا الصابرين وهذا الجنات حتى درت ليهم واحد فتينه ديال الدجاج ديتها شويتها صافي وهذو ليا. صافي كانت هذه هي الغديوه ديال اليوم البنات. المهم غنسد الفيديو هنايا، ودائما البنات لا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم عافاكم. صافي وكان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.